في هذا الفيديو رح نتعمق أكثر وأكثر بفهم طبيعة الإنسان، طبيعة الواقع من خلال بعض النظريات العلمية الحديثة. أنا متأكد أنه اللي تابع الفيديوهات السابقة وبشكل خاص آخر فيديوهين صار عنده تصور واضح أنه نحن عايشين بعالم بيحتوي على احتمالات لا نهائية من الوجود المادي. اللي بيحب يرجع للفيديوهات رح أحط لكم رابطهم بالديسكريبشن. كل شيء بالعالم الفيزيائي بيتكون من جسيمات دون الذرية مثل الإلكترونات. بالحالة الطبيعية بتتواجد هاي الجسيمات كاحتمالات. بلغة الفيزياء بتتواجد الجسيمات بحالتها الموجية حتى يتم مراقبتها. بلغة الاحتمالات هاي الجسيمات هي كل شيء ولا شيء حتى يتم مراقبتها، موجودة بكل مكان ومو موجودة بأي مكان حتى يتم مراقبتها. طالما أن الجسيمات دون الذرية متواجدة بعدد لا نهائي من الاحتمالات بنفس الوقت، فمن المحتمل أنه نحن البشر متواجدين أيضا بعدد لا نهائي من الحقائق المحتملة. بناء على هذا الكلام، إذا كان بإمكانك أنك تتخيل حدث مستقبلي بترغب بوجوده بحياتك، فهذا الحدث موجود فعليا كإمكانية متاحة بالفضاء الكمي. أي شيء ممكن تتخيله هو موجود كاحتمال بالفضاء الكمي، وهو بس بانتظار أنك تراقبه. الفضاء الكمي أو الكوانتوم فيل هو تعبير عن عالم الاحتمالات اللي بتتواجد فيه المادة. هذا المصطلح رح يتكرر معنا كتير بالفيديوهات القادمة، فلما نحكي عنه بالمستقبل صرتوا بتعرفوا شو بقصد فيه. معنى هذا الكلام أنك أنت متواجد بالفضاء الكمي كإنسان صحته منيحة، غني، سعيد وحكيم. طالما قدر عقلك انه يؤثر على مظهر الالكترون، فمن المحتمل نظريا انه يؤثر على مظهر اي شيء بحياتك. رح نتعلم بالمستقبل كيف بنقدر من خلال تطبيق المعارف الحديثه والجهود اليوميه المتكرره بانه نلعب دور المراقب الواعي بالطريقه اللي بتخلينا ناثر على سلوك الطاقه لنختبر حدث فيزيائي جديد او ما يسمى بالتجربه. الكون اللي مننتمي له هو كل شيء بعالم الاحتمالات ولا شيء بعالم المادة. هو بس عم ينتظر مراقب واعي مثلي ومثلك لإنتاج العالم الفيزيائي. مثل ما جلت موجة الاحتمالات اللي بتواجد فيها الإلكترون على شكل جسيم ضمن حدث لحظي محدد، فممكن إنه تتجلى موجات الاحتمالات اللي بتتواجد فيها مجموعة جسيمات على شكل أحداث جديدة بحياتنا. رح نتعلم كيف بنقدر نعمل تغيير إيجابي بحياتنا عن طريق تقوية مهارات الملاحظة لنأثر تأثير إيجابي على مصيرنا. الهدف إنه نعيش النسخة المثالية من حياتنا عن طريق إنه نصير النسخة المثالية من أنفسنا. فكروا معي بالموضوع شوي. نحن عايشين بواقع ما فيه شيء اسمه صح وخطأ، لأنه بالفضاء الكمي ممكن يتواجد الشيء ونقيضه. ممكن يكون لون اللبن أبيض وأسود بنفس الوقت. اجتماع النقيضين صار شيء ممكن. فالنتيجة اللي توصلت لها بعد ما تعمقت بهاي المفاهيم هي أنه أكبر تضليل وأكبر تشويش وأكبر تضييع للوقت هو أنه نشغل حالنا بنقاشات حول قضية إذا كانت صح أو خطأ، لأنه طبيعة الواقع بتقول أنه ما في شيء اسمه صح وخطأ. الحقيقة المطلقة هي أكبر وهم ممكن نخسر بسببه أرواح الناس وأحلامهم وطموحاتهم ومستقبلهم. لهيك بدل ما نتناقش بالصح والخطأ، بالحق والباطل، بالحقيقة والزيف، خلينا نركز تفكيرنا بالحوار باللي بيفيدنا وباللي ما بيفيدنا. يعني مثل أي حوار ممكن نلاقيه بأي شركة أو مؤسسة، ما حدا بيهمه شو الصح وشو الخطأ. الحوار بيهدف بشكل أساسي لتحسين وتطوير أداء الشركة. نفس الشيء بالحياة، مهم كتير أنه يكون عندنا هدف واضح. الهدف ببساطة هو تخفيض مستوى المعاناة ورفع معدلات السعادة. طبيعي جدا أنه نختلف بالأفكار، والتنوع هو شيء حلو كتير، ولكن مهم أيضا أنه يكون عندنا نفس الهدف. منلاقي أنه في عدد كبير من الناشطين بالسوشيال ميديا كل هدفهم أنه يهدموا أفكار مجموعات محددة من البشر. ممكن يفتحوا لايف كل يوم وأقصى طموحهم أنه العالم تتخلى عن أفكاره ومعتقداته. نصيحتي لهالأشخاص، ركزوا على البناء أكثر من الهدم. ممكن بكل سهولة أنك تهدم، بس البناء بده وقت وبده مجهود تراكمي. ما حد عنده مشكلة بأنك تهدم له بيته إذا كان مهتري وقايل للسقوط، ولكن بشرط أنك تبني له بيت جديد بإمكانيات أفضل. لما تبني له هذا البيت، هو من حاله رح يترك البيت القديم ويقرر يعيش بالبيت الجديد. من ضمن الظواهر المدهشة اللي اكتشفها علماء الفيزياء الحديثة هي ظاهرة التشابك الكمي أو ما يسمى بالاتصال الكمي الغير محلي. هاي الظاهرة بتقول إنه لو تواجد جسيمين بحالة التشابك، فممكن إنه أي تغيير بحالة الجسيم الأول رح ينعكس مباشرة على الجسيم الثاني، بغض النظر عن المسافة اللي بتفصل بيناتهم. يعني إذا عنا جسيمين بحالة التشابك، الأول موجود بكوكب الأرض والثاني موجود بمجرة أندروميدا، فممكن أي تغيير بالجسيم الأول يأثر بشكل مباشر على الجسيم الثاني. فمثلا إذا غيرنا اتجاه دوران الجسيم الأول، رح يتغير اتجاه دوران الجسيم الثاني. ممكن أنه نفهم هاي الظاهرة من خلال النظريات العلمية اللي فسرت نشوء الكون، وأبرز هاي النظريات هي نظرية الانفجار العظيم. هاي النظرية بتفترض أنه الكون اللي عايشين فيه كان عبارة عن جسيم صغير بكثافة عالية جدا وحرارة مرتفعة جدا.
انفجر هذا الجسيم وتمدد، طلع منه النجوم والكواكب والمجرات وباقي الهياكل الكونية. فهذا الكون العظيم هو شيء واحد بالأساس، الكل هو واحد. من الظواهر اللي ممكن تأكد هاي المعلومة هي ما يسمى بتأثير الفراشة. يعني لو فراشة حركت جناحاتها بالبرازيل مثلا، فممكن بسبب هاي الحركة يصير عنا عاصفة بمكان تاني بعيد مثل الصين مثلا. فيبدو انه عناصر هذا الكون مرتبطة ببعض بشكل غير عادي، ونحن البشر مثل اي شيء بالكون مرتبطين ببحر من المعلومات ببعد بيتجاوز الزمان والمكان الماديين. نحن ما لنا بحاجة بانه نلمس او نكون قراب من اي عنصر فيزيائي لنأثر عليه او نتأثر منه، واي تصرف منتصرف تجاه الاخرين بنكون عم نتصرف تجاه انفسنا. الانسان هو مصدر للطاقة، مو بس الانسان، أي شيء مادي هو مصدر للطاقة، وهي الطاقة بتحمل معلومات وبتأثر بالوسط المحيط فيها. لهيك مهم كتير نعرف شو هي مصادر الطاقة المحيطة فينا، هل هي طاقة بناء أو طاقة هدم. بس بتعرف شو الفرق بينك وبين باقي الأشياء المادية؟ الأشياء المادية مثل الكرسي هي طاقة غير واعية، بينما الإنسان هو عبارة عن طاقة واعية. طيب شو الفرق؟ الكرسي ما عنده قابلية بأنه يتحكم بمصادر الطاقة بالأشياء اللي حواليه، أما الإنسان فبيقدر أنه يؤثر على سلوك الطاقة بكل شيء حواليه، وعنده حرية الإرادة بأنه يكتسب الطاقة من المصادر اللي بيرغب فيها، بأنه يمنع نفسه من استقبال الطاقة من المصادر اللي ما بيرغب فيها. فلما تغير حالتك الفكرية أو الذهنية، فأنت عم تغير بالوسط المحيط سواء أدركت هذا الشيء أو ما أدركته، لأنك مو مجرد جسد، أنت عبارة عن وعي، والجسد هو مجرد وسيلة بيستخدمها هذا الوعي للتعبير عن مستويات مختلفة من التفكير. لما بقول الجسد بقصد فيه أي سلوك بيصدر عن الجسد، مثل الكلام، لغة الإشارة، ردود الأفعال وغيرهم. لو حبينا نتوسع شوي بهذا المفهوم، طالما انه في تشابك بين عناصر هذا الكون، فاكيد رح تتفق معي انه انت المتواجد باللحظة الحالية متشابك مترابط مع انت المتواجد بالمستقبل. فلما تغير حالك هلأ رح تغير المستقبل تبعك. هلأ ممكن واحد يقول لي كيف انا هلأ وانا بالمستقبل اذا كان المستقبل لسه ما انوجد؟ هون بدي اعتذر منك، لانه هذا الكلام كان قديم قبل ما يطلع اينشتاين بالنظرية النسبية. بالمفهوم الحديث للزمن، الماضي والحاضر والمستقبل متواجدين مع بعض بشكل مترابط. ممكن انه الحاضر يأثر على المستقبل، وممكن انه المستقبل يأثر على الحاضر، وممكن حتى انه الماضي يأثر على الحاضر وعلى المستقبل. وهذا رح يكون موضوع الفيديو القادم، رح اطلع برا الكتاب واشرح النظرية النسبية بأبسط طريقة ممكنة لحتى نكون فهم عميق عن طبيعة الزمن، ونهيئ أنفسنا لتفهم الأفكار اللي رح نطرحها بالفيديوهات القادمة. وكالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.